السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام، عزيزتي الكريمات، في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. هذا الفيديو كيخص نموذج رقم 3 ديال مادة النشاط العلمي من فروض المراقبة المستمرة، المرحلة الرابعة من الدورة الثانية، الموسم الدراسي 2021-2022، وهذا الفروض اللي كيخصوا المستوى الخامس ابتدائي. إذا من طبيعة الحال درت معكم النموذج رقم 1 والنموذج رقم 2 من فروض المراقبة المستمرة اللي كيخصوا النشاط العلمي. اللي بغاهم يمشي للديسكريبسيون، غادي يلقى لي ليان، يدخل ليهم ويتفرج في الفيديوهات في الفروض ويستافد ان شاء الله. واللي بغى بي دي اف يتواصل معايا في الواتساب على الرقم اللي كاين في اول تعليق. نبداو على بركة الله الانجاز ديال هاد الانشطة، ولكن قبل من ذلك كنذكركم بالاشتراك وتفعيل زر الجرس باش يبقى يوصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم من فيديوهات فروض دروس وكذلك امتحانات اشهادية بالنسبة للمستوى السادس ابتدائي. اذا مرحبا بكم وزيدوا دعموا القناة. اذا في هاد الفرض عندي ثلاثة ديال الانشطة باللغة الفرنسية، او لا عفوا نشاطين باللغة الفرنسية ونشاط واحد باللغة العربية، يعني كاينين ثلاثة ديال الانشطة في هذا الفرد هذايا. نبداو بالنشاط الاول اللي هو اون فرونسي، اذا عليه 4 بوان، 4 ديال النقاط. لا بروميير كاستيون مي اون ليجوند او شيما سي دو سو اون اوتيليزون لي مو. غادي نديرو لي ليجوند ديال هذا الرسم هذايا بهذا الاستعمال ديال هذه الكلمات هذو، لي دو روس، فوتوس، كوردون امبيليكال، ليكيد اميوتيك. لوتيريس هو فوتوس هو الجنين، كوردون امبيليكال هو الحبل السري، ليكيد اميوتيك هو داك السائل لزج كيكون عايش فيه داك الجنين. مزيان، هنا عندنا واحد الفوتوس دو شافغ، يعني جنين الحيوانات الولودة، يعني جنين الحيوانات الولودة، نعم، يعني جنين ديال المعز. صافي، هنا عندنا واحد المعزة هي اللي عندها الجنين. نكملوا هاد لي ليجوند. نبداو اولا بهذا، بهذا اللون ديالو تقريبا لون احمر، داو اللون الاحمر كيبين داك لو تيروس. نعم، ها مشاتنا لو تيروس. ندوزو لهاد اللون الابيض اللي هو واحد لو ليكيد، واحد السائل، صافي، ليكيد امنيوتيك. نعم، ليكيد امنيوتيك، امنيوتيك، ليكيد امنيوتيك. نعم، اها، هنايا هاد السهم هذا ماشي للجنين، يعني لو فوتوس، فوتوس، مشات لينا، وبقات لينا كوردون امبيليكال اللي هو الحبل السري الذي يضمن جميع احتياجات الجنين، وهو صلة الربط ما بين الجنين وامه. نعم، اذا كوردون، كوردون امبيليكال، داكوغ. دونك هذا هو لوتيروس، عندنا ليكيد امنيوتيك، فوتوس، اي كوردون امبيليكال، هذا هو الجنين، جنين دو شيفغ، يعني جنين الحيوانات الولوده. ندوزو لا دوزيام كاستيون، سويف افيك موا. جو كومبليت لا فراز سويفونت، غادي نكملو هاد الجمل هادو. L'animal dont le foetus grandit dans un œuf s'appelle. Donc, هنايا كيقول لك الحيوانات أو الحيوان الذي جنينه يكبر جاء في البيضة يسمى، شنو كيتسمى؟ الحيوان اللي الجنين ديالو ينمو في البيضة كيتسمى أوفيبار. أوفيبار يعني حيوان وبيوض، حيوان بيوض، صحيح، حيوان بيوض. L'animal dont le foetus grandit dans l'utérus de sa mère est dit. هنايا كيقول لك الحيوان الذي يعيش جنينه في رحم أمه كيتسمى فيفيبار. فيفيبار يعني حيوان، حيوان، حيوان ولود، حيوان ولود. نعم، تخي بيان. دونك هنا هذا حيوان بيض، هذا حيوان ولود. ندوزو النشاط رقم 2، النشاط رقم 2 اللي هو باللغة العربية، انتبهوا معايا. نعتبر الشكل جانبه رسما لاعضاء توالد فأر. اذا هادو هما الاعضاء ديال توالد فأر. هذا الرسم هذا كيبين الاعضاء التناسليه ديال الفأر. نعم، اذا السؤال الاول، هل هي اعضاء تناسليه انثويه ام ذكريه؟ هي واش اعضاء تناسليه ديال الانثى ولا ديال الذكر؟ علي جوابك. اذا هنا لاحظ معايا، عندي بعض الاعضاء من 1 إلى 4، وعندي هنا واحد الرمز، هذا هو رمز الانثى، وبالتالي هما اعضاء تناسليه. اذا نكتبوا اعضاء تناسليه انثويه، انثويه. نعم، اذا هي اعضاء تناسليه انثويه. السبب هو وجود، لان لوجود رمز الانثى، وهذا هو رمز الانثى. اذا رمز الانثى هو هذا، ما رمز الذكر كيكون بهذه الطريقه هذه، هذا رمز الذكر. إذا هذا الذكر، أما هذا الأنثى، صافي؟ مزيان، إذا هذو أعضاء تناسلية أنثوية، نعم،
سؤال الموالي: أتمم الرسم بوضع الكلمات في مكانها الصحيح. إذا عندي قناة مبيضية، مبيض، مهبل، ورحم. إذا شنو غنديرو؟ إذا هاد الأرقام من 1 إلى 4 غادي نحاولو نسميو هاد الأعضاء. إذا رقم 1 واش هو قناة مبيضية، مبيض، مهبل أو رحم؟ إذا هو بطبيعة الحال المبيض. إذا مبيض، نعم. إذا رقم 1 هو المبيض. ثم ندوزو رقم 2. رقم 2 هو أو لا هي قناة مبيضية، قناة مبيضية، إذا عبرها تمر البويضات، نعم. إذا قناة مبيضية، نعم، مشات لنا قناة مبيضية ومشى مبيض، قلنا مهبل ورحم. إذا رقم 3 هو الرحم، رحم، نعم. ورقم 4 هو المهبل، نعم، المهبل. إذا رقم 1 مبيض، رقم 2 قناة مبيضية، رقم 3 رحم، ورقم 4 مهبل. دوز السؤال الموالي: أعطي عنوانا مناسبا للرسم. إذا عنوان مناسب لهذا الرسم، إذا هذا الرسم يوضح الأعضاء التناسلية للحيوانات الولودة، وبالضبط الأنثى. إذا نديرو أعضاء الجهاز التناسلي، التناسلي لأنثى الحيوانات الولودة، صحيح؟ إذا أعضاء الجهاز التناسلي لأنثى الحيوانات الولودة، نعم. دوزو السؤال الموالي: أذكر دور العنصر 1. العنصر رقم 1 هو المبيض، ما هو دور المبيض؟ المبيض يتجلى دوره، يتجلى دوره، قلت قبيلتي بأن المبيض ينتج البويضات، إذا يتجلى دوره في إنتاج، في إنتاج البويضات، البويضات، إذا يتجلى دوره في إنتاج البويضات، وبالتالي دور ديال المبيض هو إنتاج البويضات عند الأنثى. بالنسبة للذكر عندنا الحيوانات المنوية التي تنتج من طرف الخصية، مفهوم. إذا ندوزو للنشاط رقم 3 اللي هو اون فرونسي، نعم، انتبهوا معايا دائما. عندي لاكتيفيتي 3 ديال النقط: جيكريفغي او فو دوفون شاك فراس، كل جملة غادي نكتب قدامها إما صحيح إذا كانت صحيحة، ولا خطأ إذا كانت خاطئة. La première phrase: La boussole permet de distinguer le pôle nord N du pôle sud S d'un Nemo. يعني البوصلة تمكن من تفريق ما بين القطب الشمالي N والقطب الجنوبي S ديال واحد البوصلة. نعم صحيح، إذا هي فغي، إذا هذا هو الدور ديال البوصلة، بأنها كتفرق ما بين القطب الجنوبي والقطب الشمالي ديالها، ديال هاد المغناطيس. ايمو هو المغناطيس، لا بوصول هي البوصلة. إذا كتمكننا من تفرقة ديال القطب الجنوبي والقطب الشمالي ديال واحد المغناطيس، نعم. La deuxième phrase: Les lampes du vélo sont allumées même si la bicyclette est immobile. هاد الجملة هادي شنو كتقول؟ كتقول بأن داك المصابيح ديال الدراجة كيبقاو مشعولين واخا البيسيكلات كتكون واقفة، يعني ايموبيل، غير متحركة. هنا هاد العبارة خاطئة، طبيعة الحال هي خاطئة. علاش؟ لأنه المولد ديال الدراجة، مولد ديال الدراجة يتحرك. إذا تحرك المولد ديال الدراجة كتحرك الأكارة، ولا تحركت الأكارة كانت المصابيح تصبح مضاءة، بالتالي لما كانتش حركة ما يمكنش تكون إضاءة ديال المصابيح. لا ديرنيير فراز: لا دوغي دوسكيلاسيون دان بوندول سامبل اوغمونت لورسك لا لونغور دو فيل اوغمونت. يعني مدة التأرجح، لوسكيلاسيون هو التأرجح، تأرجح، نعم، مدة ديال التأرجح ديال واحد بوندول، ديال واحد النواس، نواس بسيط، كترتفع أو كتكبر. لورسك لا لونغور دو فيل اوغمونت، منين كيكون الطول ديال الخيط مرتفع. وهنا هاد العبارة صحيحة، نعم صحيحة، لأنه حنا كنعرفوا بأنه المدة ديال التأرجح كتعلق بطول الخيط، ما كتعلقش بالكتلة، كتعلق بطول الخيط. المدة ديال التأرجح ديال واحد النواس بسيط تتعلق بطول الخيط، يعني كل ما كان طول الخيط كبير كل ما كانت مدة التأرجح كبيرة بطبيعة الحال. إذا حظا موفقا للجميع، كنتمنى أنه تزيدوا دموا قناة تربويات مع الأستاذ محمد البخاري بالاشتراك والضغط على زر الجرس باش يوصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم. كنت معكم أنا الأستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.